إذن ما زلنا وإياكم متواصلون متابعينا الكرام عبر وكالة جي ميديا في هذه التغطية الخاصة والمباشرة التي تأتيكم اتباعنا من مدينة غزة لرصد العدوان الإسرائيلي على القطاع. إذن المدينة الآن كما تشاهدون في الصورة، ساعات المساء والليل حلت على مدينة غزة، حالة الخوف والترقب تسودان أجواء القطاع في هذه اللحظات كما تشاهدون. الشوارع ربما في الصورة أيضا كما تشاهدون متابعينا الكرام خالية من السكان والمارة، لا يوجد هناك أي حركة بتاتا سوى بعض المركبات التي تتحرك الآن في المدينة، وكأن مدينة غزة الآن فرض عليها طوقا شاملا. إذن ربما تستمعون الآن في الخلفية أيضا أزيز هذه الطائرات الإسرائيلية بدون طيار التي لم تفارق أجواء قطاع غزة كاملة منذ 24 ساعة متواصلة، وهي تجوب في أجواء القطاع من شمال قطاع غزة بيت حانون حتى رفح جنوب القطاع. آخر الغارات الإسرائيلية متابعينا الكرام كانت في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعدد من الصواريخ مركبة فلسطينية في منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بعدد من الصواريخ، مما أدى إلى استشهاد مواطنين يبلغان من العمر 34 عاما و33 عاما. تم نقل الشهيدين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في محافظة خان يونس جنوب القطاع. وصلت جثامين هؤلاء الشهيدين أشلاء ممزقة بحسب ما وردتنا الأنباء من هناك، ما أدى إلى ارتفاع في أعداد الشهداء منذ ليلة أمس وحتى هذه اللحظة إلى 15 شهيدا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. ومن بين هؤلاء الشهداء ثلاثة قادة من سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهم الأسير المحرر طارق عز الدين والقيادي في حركة الجهاد خليل البهتيني، وأيضا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رفح جنوب القطاع جهاد غنايم. وهذا ما أدى أيضا إلى ارتفاع في أعداد الإصابات بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أكثر من 22 إصابة. جل هذه الإصابات وصفت بحسب المصادر الطبية ما بين متوسطة وخطيرة. نقلت هذه الإصابات إلى المستشفيات في قطاع غزة. في مستشفى الشفاء تم استقبال عدد كبير من المواطنين الذين أصيبوا بفعل هذه الغارات. نحن نتحدث عن استهدافات متتالية كانت ليلة أمس. الاستهداف الأول كان في مدينة غزة تحديدا في قلب المدينة لشقة سكنية كما ذكرت في بداية حديثي. هذه الشقة في وسط القطاع يوجد بها عشرات الشقق السكنية ويقطنها العشرات أيضا من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر طارق عز الدين مسؤول العمل العسكري في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، ما أدى إلى استشهاده واستشهاد طفلي علي وميار، وأيضا إصابة واستشهاد العديد من المواطنين في هذه المنطقة السكنية في مدينة غزة. أيضا كانت الاستهدافات في شرق المدينة، حيث تم استهداف منزل القيادي في حركة الجهاد خليل البهتيني، وأيضا مسؤول حركة الجهاد في المحافظات الجنوبية جهاد غنايم، ما أدى كما ذكرت إلى ارتفاع حصيلة عدد الشهداء حتى هذه اللحظة إلى 15 شهيدا وأكثر من 22 إصابة. إذن كما تشاهدون الآن غزة محلول المساء، الكل يترقب، الكل متخوف من رد المقاومة الفلسطينية على هذه المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق قادة حركة الجهاد الإسلامي وبحق كافة أبناء
شعبنا المقاومة الفلسطينية، وعبر غرفة العمليات المشتركة تحدثت بأن الرد سيكون قادم أو لا محالة على هذه العملية العسكرية الإسرائيلية، وأيضا قالت بأن الرد سيكون في الوقت والمكان المناسبين على هذه العملية العسكرية. كانت هناك ردود فعل من قبل كافة الأذرع العسكرية للمقاومة الفلسطينية. حماس أيضا نعت شهداء اليوم وقالت بأن الاحتلال يتحمل تبعات هذه الجريمة، وقالت بأنها ستكون مع بقية الفصائل الفلسطينية وسيكون لها رد قوي في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي بهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة. حتى اللحظة ربما تستمعون إذن الطائرات لا تزال تحلق بأجواء مكثفة، العشرات من الطائرات المسيرة وطائرات بدون طيار، وكذلك الطائرات الحربية التي تدخل القطاع بين الفينة والأخرى لا تزال تحلق بشكل كثيف. أيضا نذكر متابعينا الكرام بأنه كانت هناك غارة إسرائيلية تحديدا على موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن دمار كبير في هذا الموقع العسكري للمقاومة الفلسطينية. على أي حال المواقع جميعها مخلاة في القطاع بفعل هذا العدوان الإسرائيلي. الناس هنا في قطاع غزة على يتابعون عن كثب مجريات الأوضاع والتطورات، وربما الساعات القادمة متابعينا الكرام ستكون حاسمة في ظل هذا الصمت الرهيب من قبل المقاومة الفلسطينية على هذا الرد، وكيف سيكون رد المقاومة الفلسطينية خاصة حركة الجهاد الإسلامي وحماسة التي قالت في بيانات لها بأن المشاورات بينهما لا تزال متواصلة حول كيفية الرد وساعات الرد على هذه العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع. بالطبع سنوافيكم بكل ما هو جديد في حال جد أي جديد في القطاع.
Thank you.
الله.